عبد الحق زموري ساكن في زموري، ولاد بومبيتاس طلعت في سرير زموري، ومن بعد عشت 4 سنين خرجت منها 2006، عشت 4 سنين فيما نشط شوية ثم. من بعد عبد الودود عيط لنا قالنا نروحو دخلوا البجاية. دخلنا البجاية، كي دخلنا البجاية على أساس دخلنا لعندهم باش يريحو معاهم هما في 2006 بعثونا وفد لهنا الشرق لهنا محمد الجبري يوسف العنابي على اساس باش يصلحوا هنا بيناتهم وشغل يولوا جماعه واحده. ومن بعد نمشوا هنا في سدات هنا في حتى وصلنا لهنا سكيتا ثم هما انا كي شافوا ذهبوا الجزرميه درك ابني بالعيله يا والله انا واش حاضر فيما هذا كنت اجي كانت مريضه انا شافت في سيوان الله بعث سيوان كاش العمل دار احمد الجبري في سيوان هذيك مش عارف فيها وكان قبل واحد العمل داروا في جيجل دخل طاحية ولا بصح قعدوا واحد ججلي كان مزوج وهبط لولادو وسموه قيل ابو ذر ضربنا عامين وعاودوا لينا بجاية كي عاودوا لينا بجاية عبد الودود كان محاصر تلاقيناش بيه حنا كان محاصر في تيزي وزو الضربة بمحمد حبيدي بكلمة لا واحد المراه ولا شكونها باش يبينها في بي بي سي ولا ما عندي شغل نقع هكا تاع ماشي بالضبط صح ديك الضربه انا بدون ما تلاقيش بها بعد هنا كي جيت خليتهم هنايا بعد واحد وليت الكاتبه تاعنا الفنيه سمع عبد الودود بعث لهم قال لهم الا حبوا يريحوا معايا خليهم ما تبعثهمش ولا حبوا يروحوا خليهم اعطيهم خيار في خمسه حنا كنا تاع زموري الحسين دابا مات وباصير ها مات شوح بيبو العباس هاو مات وعبد الحق زموري هما تلازية غير ما عندهاش بزاف هاد العام مات تلازية وانا يعني في خمسة قالو ميخيرو دابا غير صالح انا وليت للكاتبة الثنية ضربت ايامات هاكا 6 شهور ولا 7 لقيتها زيرت الحالة شوية من ناحية الضغط من ناحية التعليم وانا وقيتهم كان صغار بعضهم تبدلو اللي كنت نعرفهم قبل ماتو تبدلت عاود وليت طلبت من عبد الودود باش نعاود نولو وليت وكملت هكا في الجاية من 2009 ل 2010 حتى 2019 كي جينا انا وبو تحتاح كملت هكا في الجاية كي اسمع عبد الوهاب 2013 يجي انا ما حبيتش نجي قال لي بالك انا مريض الحقيقه ماشي مريض برك ما حبيتش نجي ما هو روح كاين مشاكل لا ماشي مشاكل قصف العصب كهرباء ندب سمعت ضغط زياده قلت انا كي تفرق اكثر ولا نقولوا عادي يا بو نعمان وكيما كان الحال كي جا لهنا تبعت وقول له هنا وحنا قاعدين تما مهنيين انا قلت لهم نجوش انا ما نجمعش رافضين باش نجو للشرق قلت لهم لا تخلصوا قلت لكم الشرق نعطي خير منكم ما نروحوش يلا انا قاعدين هنا في الشرق وانا قاعدين قال لك روح روح كي جاو ندموا كي جاو يديروا راس في صاج في كيما نقولوا فوق الدوار هاي عاود لقاو لنا واحد بلاصه صغيره حنا انسحبنا وحنا من هنا جيت سيوان كي انسحبنا وحنا واحد يامات هكا ومن بعد زادوا فاقنا كيف كيف بقاو يتبعوا فينا ما عرفناش كيف هذه الضربه وهي فكا واحد جابوا واحد النيل وجابوا واحد شعب يفاقنوا بيحهم وحنا ما على بالناش ما حبينا نروحوا الميليه باش نبدلوا انا هو المهم هو كان الامن وين تسقى المهم صارت هناك ما قطعناش ما قدرناش وحنا جبنا شي شيء نزلوا فاقنا زادوا بيعونا انا فينا عاودنا شغل ولينا ما تبقات لا تريساج من لا تريساج هي عاودنا ولينا كي عاودة ولينا دخلنا لهذه بني زيد كي دخلنا بني زيد حبينا نقولوا الماكل اللي كنا فيه ننسحبنا منه عليه كنا دارسين ثم الماكلة تاعنا عندنا هذيك الماكلة مدة تفوت 6 شهور ولا ما جبناش الماكلة ماكش كون نجيب منهم كانوا قبضوا المهم على حساب بني غازي حبينا نقولوا الماكل اللي كنا فيه باش نقطع عندنا شي سمي ثم شي روز شي فريك من ناحية الأكل كي يكون كاين كول كيما تا كول كيما تلقاش يجيب لك اصبر وخلاص ما كانش تروح تجيب مدية ولا تلقط تسمى نقولوا خبز اليابس ولا تجيب من الجراتن ولا تجيب من الامور المهم كول بقرات الناس وين المهم تموت خلاص هذه ناحية الاكل الدواء عندنا مدة ما جبناش تمشي معك زيت زيتون ولا العسل ما كانش من يجيب هذيك اللي مشي معايا العسل يعني مشي نسيت اللي عند دوق اللي عند هذيك العسل انا ما نكذبش عليك من هاوس ما خطانيش ومن ناحية البرد عندك البس ما عندكش راك صعبة هذه هي ما كانش والغالب هذا العام هذا كيما جيت لهنا هذا العام الاخر هذو ما ناقصها كلش ناقص كلش
ورجلي يجي الحكم عاودوا لينا وين كنا قاعدين ما عطيناش الروح ولينا وسمخفنا على الحفر كامل لون بسكاتر عاودنا ولينا كي عاودنا ولينا المكان كي وصلنا باش نبيحو وين كنا قلت له اللي غازي قلت له يلا هنا ما يبيحوش هنايا وكان يكونوا فاقنا يقدر يصدق يجي لي قال لي قلت له يا ودي يلا روحوا قال لك كذا وكون يجي لقوم في الطريق والقمار والحالة وكما لقينا نقعد قلت له غابة غابة تجينا في التعب وما تجيناش في تطلب قال لك قال لك انا نشوف انا كما نقولوا نستعشر ونسقسيكم وغادي نشوفوا انا ما من ذاك النهار ما درتش الامان وما انا شعقاتنا واحد والله ما شفت شعقاتنا هذا ذاك النهار ولا غادي ذاك نمشوا مرض نوح اللي يقولوا الشيخ نوح قال لك نزيدو نهار ولا يومي انا شغل قلبي الله يرجعني في الاصل غد هي بالجمعه صبحوا علينا بالخميس الجمعه نتفرقوا ولا بالسبت هو يا واحد ديالو اللي معاه حنا روحوا ماني غازي ومن هنا صغار تسمى ينقص 15 ولا من بعد الصباح نسمع هذا خرج المقداد وكيعاتو يطل سمعنا هذا بصح ما شفناش سبق لي غازي يطم خزر ما عرف داها لي جمال ولا مداش كي وصلت انا كي قلبي وجعني رحت موراه باش نطل قلت له واش شفت قال لي مازال ما بغيتش تحكي لي بانوا لي ست نبيض بيوضا دير لابو بلاك ياس يا ما منا 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 ما كنا نبطحوا ولا نواسوا ما حتى كمل ناقشنا ما سقمنا كيما يقولوا في العرف تاع هنا كنا نمو كان يعني نموهو شغل كنا حنا اثار سقمنا لي ساكوتو تاعو هنا كاع وتينا خبط بلاك ياس قدامنا ماشي بعيد علينا حتى نبطح من دابا راسك واش دير المهم سلك واحد هما هنا لو ساكوتو تاعنا خلاص خبينا كل اسمو انا كلش جينا طالعين باش نتقلبوا في الظهر المقدس مقبل كي طلع يطل كان سمع راسكم ما شافوش خذوا من بعد جينا نديكم من ثم على اساس نقلبوا نقطعوا البيستون ندخلوا الغابه اللي من هنا كي طلع مشينا واحد 200 متر ولا بدنا اتجاه هبطنا لتحت على الواد نمشيو نتخبوا نتخبوا حتى وصلنا وين طرد الرصاص كنا هذاك نهار بالجمعه بتنا ثم الصبح تقرا عندك السبت كصبح السبت حنا سمعنا الافواج كانوا ينقسموا باش يعني باش يقلبوا هبطوا من هي هبطوا من هي هبطوا من هي هبطوا من كل ناحيه كي هذاك الفجأة الحق لينا واحد ما كنا قدام هل هما ما طرقوش هبطوا منه وما انقسموا شويه هبطوا منا وشويه هبطوا منا كي تقدموا هادو مسافه زادوا تقدموا هادو سمي تقدموا بالخطوات سمع هذا يغطي على هذا كي تقدموا هادو خرجوا جيت هذا طرطق رصاص انا بقيت نخزر هاك ونخزر هاك كي صارت رصاص اني غازي قدامي تيرا اللي كانوا قدام هذاك انا كنت مازال مع نتينا اصحابي وهذو اللي بنا فاتوني ما عنديش علم نتي ما يبانوليش كي بدا رصاص بدا دخل الوطا بدا رصاص اللي نقاس نقاس اللي ما قاش بدا روحو انا من جماعه اللي جبت كي شفت اني غازي صوطا كان قدامي نوح نقاس كان قاعده كنت انا وني غازي هو لونا منا انا كنت باطح كي ما قاسونيش فت باطحت على بالي بدا يلحق لينا انا قلت يعقوب ما يشوفوناش هذاك اللي كان رايح من هنا عاود جا ديريكت لازم يصرصص حنا كنا حابين نخلوهم يعقبوا يروح يسمع خلاص كي ما لقاش الاثار يروح من هنا الصرا اللي صرا جبت انا شوف جبت لي غازي الاول شفتو كي يهبط المقداد كان جبد المقداد كان قلبها قبل ما نصص كان مش معقول كان الجدع كي لينا نقاس منا خرجت له منا كي حبينا حنا نفوتوا واحد المرحله باش ما يطوقناش بس خاص بهم يسار تطبيق من بعدها ما غام هنا كاين انسحبنا نمشو بدا يلحقوا بالواحد يتبعوا في الجره كيما نقولوا في الاثار حتى لحق الخر عبيده هذا هو اللي لحق الخر فينا كي لحق بقينا نزبو عطلنا المقتلات اللي كان مقلوس سمعت تعلى ما فيهاش قابد اسكا بهم يغلق عاودنا ولينا واحد 100 متر ولا 150 متر بعد هبطنا تحت كون حنا نقولوا ما هنا يقولوا طونشي هبطنا تحته بقينا نستناو كيفاه نديرو كي تقرب وصلت كان يقولوا اسامه روحوا ليه يقولوا انا ربيع انا بعد نشوفو فيها المهم دوك من بعد قبلنا غير واحد 20 دقيقه تفوت قبل ما هبط اسمه عبيده وحذيفه
يقلبوا علينا ما كانش من اليوم ما كان خامل هذا قاعدين فيه، لو كان يجونا تخبوا يهربوا ما يشوفوناش. كي هبطوا مع الاول مع الاول عبيده مع حذيفه، لقى واحد هذا الغرب اللي كنا فيه. وحذيفه موسى شويه قال ما عجبوش، قال لي قدروا يجوا يقعدوا كذا. عبيده قال لك فيه طبشوني خدم ما ادري، حتى شافوني غازي وحذيفه. كي جا قلنا نهبطوا تحت قلنا خامل هنا، بتنا ذيك الليله في الحجر ما بتنا استغفر الله اصبر ايه هاك من الليله ثم ما اسمه هذا من ذاك واحد ما كان حجر تخبينا فيه في الليل، واللي حفرنا هذاك الغار الصغير بمطارق وبمطارق انا منهم كنت نحفر من ايام اللي غازي 4 ولا 5. كي حفرناه خبينا وسينا شويه شويه غلقناه دخلنا دخلوا فيه مده 8 ولا 10 ايام بالضبط ما على بالي شحال. وقتها كان يتالم سمعوا عجلين يزع مسؤول قال له قالوا هيفن مات، قالوا يا بس قال له بارد. اما يا المقدس المقدس ما كاش، يا المقدس يا المقدس ما كاش. ثم توفى بالضبط شحال الساعه ما على باليش. خرجنا كاع خرجنا خلينا المقدس داخل، شفنا واحد الشق هاي تاع حجر شق فتحفرنا لهم تحت عمالي بديت كيف كيف انا حفرت معاهم تقريبا حفرنا تقريبا حفرنا هنا اسامه وحذيفه انا نحفر ولا خويا يدور بعد بالدالة عمال كاين واحد الشق هاي سقمناه شق تحت حجر كبيره سقمنا الشق هذا ما دفناه الداخل بعد دفناه ما دخلنا داخل ولا احنا حتى وانا قبضنا على 28 يوم احنا قبيلة حتى انا قبضنا من هذا الخاني اسمع جات عسكر انه نخزو في عقيا ما حتى نسمع اسامة قال له يا شيخ يا شيخ ما ترميش قال له ما ترميش قال له خلاص قال له ومن بعد بدا بدا الحيوان الحين لك يقلب لك جيوبك كاين هكا واش كاين عطيناهم الفيستات واسمه الجمازات عطيناهم لهم و ما تقلبك وتطلع يطلعك بالواحد وتطلع. انا شبعت تفاح ياهورت كوميت باف الخبز اسمه العصير غير التمر غير الحاجه اللي ما لقيتها رفدوني قال ما نقدرش نمشي ما رجليا ما فيهاش لي فيهاش رجع ما نقدرش نمشي رفدوني في الطلعه كي ما تقدرش نمشي يستناك ولا انا رفدوني شحال واحد 3 ولا 4 حتى وين وصلنا للخيمه اللي كانوا دايرينها ومن بعد ثم عطاونا نزيد نحكم على هذه لو كان صحابنا اليوم في الجبل هاي اللي مازالهم يشوفوا المعامله هذه يقول لك ما كاش منها يقول لك هي تحت الكلاب الزهط المشحاط وانا واحد بين الجبل نقول هذه ما نكذبش عليك انا نقولها بصراحه اقسم بالله ما داولنا حاجه ما تشوف بالعكس داولنا المكلمات لو المكلمات تموت ما تقدرش تاكل والله واحد ما هزمني واحد ما سبني واحد ما قاليش اسمه قول بالسيف قال لي قول بغيت تاكل واش تعرف انا نقول واش شفت